لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله والميزان، أي ونؤمن بالميزان إلى آخر كلامه. وهذا في شرحه لقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، أي نؤمن بهذه القضايا كلها ونعتقد ما ورد فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الحديث عن البعث وجزاء الأعمال والعرض والحساب والصراط، ووقفنا بالحديث عند قوله والميزان، يعني شرح ابن أبي العز رحمه الله لمسألة الميزان التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. قال والميزان، أي ونؤمن بالميزان، أي من عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالميزان ونعتقد ذلك، خلافا لأهل البدع والضلال فضلا عن أهل الكفران الذين كذبوا بالميزان وحرفوا في ذلك. وأما الأدلة على ذلك فمن ذلك قول الله تعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه الآيات وغيرها من الأدلة تدل على ثبوت الميزان، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ميزانا يوم القيامة توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي ليس ميزانا معنويا كما ذهب إليه بعض السلف، وهذا قول ضعيف جدا، فإن بعض السلف قالوا بأن المقصود بالميزان العدل والقسط، وهذا قول ضعيف جدا. أما المعتزلة فإنهم ردوا الميزان كما سيأتي، وذكروا أن هذا ينافي العقل وأنه لا يصح أن يكون هناك ميزان يزن أعراضا، فالأعمال أعراض، فكيف يزن الميزان أعراضا؟ وليست الأعمال أشياء مجسمة بحيث يزنها الميزان. ومن هنا ردوا الميزان ورفضوا هذا الاعتقاد وقالوا أن الميزان ليس المقصود به الميزان الحقيقي، لأن الأعمال أعمال أشياء عرضية أو معنوية فهي لا توزن، فكيف يكون هناك ميزان حقيقي؟ وأما أهل السنة فيقولون أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، وأن هذا الميزان يوضع يوم القيامة، وكما ورد في الحديث الصحيح إذا رأته الملائكة
قالوا لمن قال قيل لوزن الأعمال قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وكما جاء في الرواية لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها الميزان، يعني ميزان عظيم جدا له كفتان. ولذلك ضل فيه من ضل، أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بأن هناك ميزان سيوضع يوم القيامة، وهذا الميزان ميزان كبير ضخم جدا جدا فوق تصور الناس، حيث أنه لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعته لوسعها هذا الميزان. وهذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان توزن فيه الأعمال على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. بعد الحساب وزن الأعمال، الحساب عد الأعمال على الإنسان، فيأتي بعد ذلك وزن هذه الأعمال. قال لأن الوزن للجزاء، لأن الوزن للجزاء، أنت تعد عليك أعمالك. طيب تعالى نوزن بقى الأعمال دي، هل هذه الأعمال تنجيك أو لا؟ نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا وموازينكم وأن ينجينا وإياكم يوم القيامة. فهنا توزن الأعمال، أنت جيت بأعمال كيت وكيت 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 وكيت، طيب نضع هذه الأعمال بقى في الميزان. نعم. قال فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، يعني ترتيب قرطبي رحمه الله من العلماء الذين حرصوا على ذكر ترتيب عرصات يوم القيامة، يعني العرض إمتى والحساب إمتى والصراط إمتى والحوض إمتى والميزان متى ونحو ذلك. قال فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الموازين لتزن بين الناس بالقسط يوم القيامة. وميزان الآخرة يزن بالذر، يزن بالذر. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فميزان الآخرة هذا الضخم العظيم الذي لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها، مع ذلك يزن بالذرة، يعني بأصغر ما يتصوره الإنسان يزن هذا الميزان. قال يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة، يعني قول الله تعالى ونضع الموازين، ونضع الموازين بالجمع ما قال ونضع الميزان. قال ويحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم، ولعله أقرب، أي الثاني أقرب للحديث وللأحاديث الأخرى كما سيأتي التي فيها ذكر الوزن وذكر الميزان مفردا، ذكر الميزان مفردا، وإن كانت الآية تحتمل أنها موازين. موازين يعني ماذا؟ لكل يعني إنسان ميزان، أو لكل طائفة ميزان ونحو ذلك. الأقرب أنه ميزان عظيم كبير، وأنه توزن فيه الأعمال جميعا للناس جميعا. طيب كل الأعداد هذه، هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل جميعا توزن أعمالهم في هذا الميزان الواحد؟ نعم. طيب هذا أليس هذا يعني بالعدد الكبير الكثير؟ إن الله على كل شيء قدير، وإن ذلك على الله يسير. ده في حساباتك أنت، في حساباتنا نحن، العد والحساب والجهات والارتفاعات والوزن ونحو كل ذا في عدنا نحن. نعم. قال والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان، له كفتان حسيتان
مشاهدة، يعني الكفتين مش كفتين كفة معنوية مثلا، بمعنى ان كفة تزن بالمعنوي تزن اعراضا، وانها كفة بمعنى يعني ان عدل في الحسنات وعدل في السيئات مثلا، لا دي كفة حسية، شيء محسوس، يعني شيء محسوس يرى. نعم. قال مشاهدتان. نعم. قال روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، قال فينشر عليه 99 سجلا، فينشر عليه 99 سجلا، أو فينشر عليه 99 سجلا، هذا العبد يعني ينشر له بأعماله 99 سجلا، قال كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، مد البصر، مد البصر يعني على آخر ما تأتي يعني مشاهدة العين. نعم. قال ثم يقول له، وده دليل على أن هذا السجل كبير جدا، كل شيء قد أحصاه الله فيه، ولذلك يقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ تنكر من هذا الشيء؟ في بعض الروايات فيقول لا يا رب، يقول أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، يا كل ده متسجل عليك، ده بتاعك ولا مش بتاعك؟ نعم نعم. انظر سبحان الله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافيكم. تخيل الإنسان من ساعة ما يبلغ يكتب كل صغيرة وكبيرة، ده أنت لو قعدت تكتب مذكراتك النهاردة بس، النهاردة بس أنت عملت كم حاجة وسويت كم حاجة، عايز لك كل يوم أجندة زي بيقولوا كده، أجندة ليه؟ لأنها تكتب الصغيرة والكبيرة. مش ما الجماعة اللي بيكتبوا مذكرات بيكتب إيه؟ بيكتب الخطوط العريضة في اليوم بتاعه أو السنة أو نحو ذلك، الأحداث يعني. لا ده انت هيكتب عليك حتى الايه؟ الانفاس لو خرجت لمعنى يصح ان يكون عملا هيتكتب عليك، هيتكتب عليك زي البغض وزي الحب، مش دي اعمال قلبيه بتكتب؟ يعني لو انه احب لله كتب له ذلك. واحد النهارده مثلا تذكر واحد بقى ما قالش، تذكر واحد فجرى على قلبه معاني حب، بيحب في الله، زاد بذلك اجرا، لان القلب عامل عمل وهو حب في الله، او العكس مثلا، او يعني العكس في المعنى مع الاتفاق في العكس في الصوره مع الاتفاق في المعنى. تذكر شيئا مما هو كفر فابغضه من غير ما يتكلم، من غير ما يتحرك، أليس هذا عمل؟ عمل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المنكر فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الغرض يعني أن الأعمال تكتب صغيرة أو كبيرة. نعم. قال فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا ربي. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ الرجل ده 99 سجل من السيئات، من السيئات. قال ألك عذر أو حسنة؟ قال فيبهت الرجل، نسأل الله العفو والعافية، فيبهت الرجل. يا يعني حقيقة مسألة خطر جدا والله. الحديث ده على قد ما فيه ترغيب شديد جدا، على قد ما فيه ترهيب شديد جدا. قال ألك حسنة؟ عندك حسنة؟ ياه، حسنة واحدة؟ وعلى رأي ما احنا كنا من شوية كده، أنا وأخ كنا في الصيدلية، فالناس بتوع الصيدلية مشغلين بتاع التلفزيون، مشغلين طول النهار بقى الظاهر ولا حاجة، مشغلين بقى القناة مش عارف الفلانية والإعلانية، فبنقول لهم أنتوا يا إخوانا أنتوا عايزين حسنات ولا سيئات؟ قالوا لا طبعا عايزين حسنات.
طيب انتوا اللي عايز حسنات يفتح باب السيئات طول النهار كده؟ فالناس مشكورين يعني؟ قالوا اه والله. طب ما تاخدوا حسنات احسن؟ قالوا اه والله. لانهم ده الواحد يوم القيامة ممكن يفعل حسنة. اه فعلا والله الحديث هو سبحان الله ممكن حسنة يقول ألك عذر أو حسنة يعني ألك عذر ألك حسنة عندك حاجة طلعها من الخير. قال فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة. لا استنى، أنت لك عندنا حسنة واحدة أنت نسيتها. قال لا ظلم اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بطاقة فيها الشهادتين. قال فيقول أحضروا، فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال فيقال إنك لا تظلم، لا ظلم اليوم. قال فتوضع السجلات في كفة 99 والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة لا إله إلا الله، طاشت السجلات طارت وخفت وصارت خفيفة، طاشت السجلات صارت خفيفة جدا لا وزن لها في مقابل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ولا يثقل شيء ببسم الله الرحمن الرحيم، أو ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أي باسم شيء فيه اسم الله تعالى. والمقصود هنا ليس مجرد ورقة مكتوب فيها اسم الله، لا لا لا، إنما المقصود لا يثقل شيء باسم الله، يعني أي أن هذا الإنسان وحد الله وشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. وهذا في الحقيقة ذكرني أيضا الآن بعبارة قالها لي أخ منذ نصف ساعة تقريبا، وهي مؤلمة، وإن كان في الحقيقة نحن تعودنا على مثل هذا، ولكن نرجو الله تعالى يعني أن يهدي من يقول مثل هذه العبارات وكان يقولها من قبل أن يرجع عنها بعد ذلك، ولا سيما وأننا في زمان والحمد لله الأمر فيه أفضل من ذي قبل، قيادي من قيادات يعني جماعة إسلامية، ما هو ما فيش غير جماعتين خلاص، يسألونه إيه المشكلة بين يعني المسلمين وبين المسيحيين؟ قال المشكلة دين ميكية، ما فيش أيين عندناش أي فرق في العقائد. انظر شوف التعبيرات. والآخر يقول اسمه مظهر شاهين، أنا بقول أسامي لأن الناس دي لازم فعلا تتعرى. مظهر شاهين اللي هو بيجيبوه في ميدان التحرير ومش عارف إيه، بيقولوا له إيه الفرق يعني؟ قال لهم لا فرق، الفرق بيننا وبين المسيحيين فرق فروع، فروع. انظر لا إله إلا الله، سبحان الله، فعلا لا نجد رد أعظم من هذا الرد، لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله وباسم الأب والابن والروح القدس ثلاثة واحد أمين، دي فرع، دي فروع. الله يلد دي فروع، وغيره بقى إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث الشاهد منه للمسألة ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إذن الميزان له كفتان، وهو كما ذكرنا قول أهل السنة والجماعة والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال. قال وهكذا رواه الترمذي. الحقيقة تنبيه أيضا قبل أن يعني نترك هذا الحديث، وهو هذا الحديث نعم فيه ترغيب عظيم، لكن ليس هذا الحديث معناه أن هذا الأمر أصل في القضية، لا، هذه قضية أعيان
هذه مسألة أعيان، يعني هذا يسمونه العلماء أحيانا بحديث الأعيان. حديث أعيان يعني ماذا؟ هذه قضية أعيان، يعني هذه تكون لهذا الرجل أو نحوه، يعني بعض أشخاص أو واحد، يعني ممكن تبقى في الواحد ده وممكن تبقى في غيره، لكن هذا ليس هو الأصل في الحساب. الأصل في الحساب أن من أتى بالسيئات استحق العقاب، والاستثناء إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أين؟ قال: وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، فيوضع في كفة. لاحظ من الذي هنا وضع؟ الرجل. يبقى عندنا في الحديث اللي فات قال: فتوضع السجلات في كفة، اللي هي إيش؟ السيئات، والبطاقة في كفة الحسنات. الرواية الأخرى قال: فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. يبقى نتفق من دلوقتي كده أن ثلاث أشياء بتوزن، ثلاث أشياء بتوزن: السيئات والحسنات والعامل هو نفسه يوزن. الله، طب ما الحسنات والسيئات هي بتمثل العامل. لا، بل العامل الله يجعل له كذلك وزن، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث. قال: وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قيل إن أبو لهب كان ضخم الجسد، عظيم الهيئة، ولا يزن الله لا يساوي عند الله جناح بعوضة، يتحط في الميزان لا يساوي عند الله جناح بعوضة. قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يزن معناه أنه بيتعمل فيه إيه؟ بيتوزن. طيب دليل آخر على أنه بيتوزن الإنسان العامل، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي لما رآه بعض الناس يوما وهو يصعد شجرة نخلة وكان رقيق الساقين رضي الله عنه، إن طلوع النخل عند العرب شيء عادي، وكان رقيق الساقين رجليه نحيفة جدا رضي الله عنه، وهو كان قامته قليلة رضي الله عنه. من الإساءة إن واحد يعني يقول، هو بيعبر عن عبد الله بن مسعود يقول كان قزم، فهذا سوء أدب. ابتداء هو لم يكن كذلك، لأن الأقزام في تعبيرات الناس، في تعبير الناس الاصطلاحي، الأقزام أشكال من الناس قامتهم تقريبا لا تزيد عن نصف متر تقريبا أو نحو ذلك، أو متر أو نحو ذلك، ويكون الرجال نحو ذلك. عبد الله بن مسعود كان رجلا وكان يقاتل، لكنه كان نحيفا قليل البدن، قليل البدن. يعني لو قلنا مثلا يعني أن عبد الله بن مسعود مثلا، يعني لو حبينا نقول مثلا زي أخونا مثلا اسمه عبد الله، عبد الرحمن، ممكن يكون في جسد عبد الرحمن كده قليل البدن، وممكن ساقيه تبقى نحيفة. فلما صعد هذه النخلة فضحك بعض القوم من رقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون لرقة ساقي، والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فدل على أن الإنسان بيتوزن، ويتقله يوم القيامة مش بإيه؟ مش بلحمه، لا، ده بعمله يوم القيامة عند الله تعالى. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود أنه كان يدني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين. قال: فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، يا نبي الله، من دقة ساقيه.
فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. لهما أثقل في الميزان من أحد، هذا يدل على أن العامل أيضا يوزن. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الطهور، وانتبه للضبط، لأن الطهور غير الطهور. الطهور اللي هو المقصود به الوضوء والتطهر الشرعي، الطهر الشرعي. الطهور مقصود به الماء. نعم. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، دل على أن الأعمال توضع في الميزان، تملأ الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيها الله، كم من الأوقات بتضيع منا وتذهب بلا يعني فائدة، ونجد أوقات كثيرة بعضنا ممكن كثير قوي تلاقيه يعمل كده، كثيرا تلاقيه يعمل كده. الله، انت عامل كده ليه كده؟ طب ما احسن لك بدل ما انت عامل كده تعمل ايه؟ قل سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. خليها دي على طول، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نعم. فهذا الحديث دليل على أن الأعمال توضع في الميزان. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان. الحديث ده حديث موضوع. قال: ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. أين؟ هذا حديث موضوع، لكن في الحقيقة يعني المعنى العام يدل على صحة المعنى، لكن الحديث من حيث متن وسند موضوع، وهو أن بالفعل الميزان من ثقلت موازينه فهو في عيشة الرضيع، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. نعم. قال: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. ده شغل إلحاد فعلا. لماذا؟ الملاحدة هم الذين رفضوا الإيمان بالله تعالى تقديما لعقولهم، تقديما لعقولهم. فلذلك يقول: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. نعم، الأعمال أعراض. نعم، مقصود بأعراض كما ذكرنا من قبل يعني أشياء معنوية، ليست أشياء مادية حسية. فهم يقصدون يعني مثلا قراءة القرآن ده شيء معنوي، الحب، البغض، مش عارف إيه، العمل القلبي ونحو ذلك، الكلام نفسه يعني لما يقول مثلا كلمة طيبة ما هي حسنة، التبسمك في وجه أخيك صدقة، الصدقة دي شيء معنوي. فهو بيقولوا دي أعراض، يعني يوم القيامة هتوزل الصدقة دي إزاي؟ التبسمك في وجه أخيك يوم القيامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هتوزنها لي إزاي؟ شغل إلحاد. وهذا قاله طائفة كبيرة من المعتزلة. نعم. قال: وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله، هم يقولوا يعني كلامهم، فإن الله يقلب الأعراض أجساما. ده الرد عليهم، ده الرد عليهم، الجواب عليهم يعني: فإن الله يقلب الأعراض أجساما. الأعراض دي نعم هي أعراض، هتتحول أجسام. كيف؟ قال: كما تقدم في الأحاديث، وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر. أهو هو الموت ده مش عرض؟ عرض. طب يؤتى به يوم القيامة شيء محسوس. أهو يؤتى بالموت كبشا أغبر، كبش شيء محسوس، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. قال: ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج. جاء الفرج يعني ماذا؟ بتوع النار والعياذ بالله. جاء الفرج يعني ماذا؟ الموت. خلاص هيموتوا، هم يتمنون الموت، نعوذ بالله من ذلك. قال: فيشرئبون وينظرون يرون أنه قد جاء الفرج فيذبح. فيذبح، لا الموت، تفكرين الموت يعني، لا ده الموت خلاص هيتلغى من قاموس الكون حاجة اسمها موت. قال: ويقال: خلود لا موت. خلود لا موت، أهل الجنة والأهل النار. ولذلك فهذا الحديث فيه دليل على أن الأعراض يحولها الله أجساما. وأقول لكم حديث لعله يشهد لذلك أيضا بقوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة تظللان على صاحبهما كأنهما غيايتان أو غمامتان. فاقرأوا البقرة وآل عمران، أو كما قال. هذه القراءة أعراض تحولت إلى أشياء حسية، أجسام. وهكذا كل الأعمال، كل الأعمال تتحول في الميزان إلى أشياء حسية. نعم. قال: فثبت من خلال يعني ما تقدم، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. هو هنا الإمام طحاء أبو العز الحنفي رحمه الله ذكر الخلاصة، وإن كان هناك بين أهل السنة خلاف في هذه المسألة. يعني ماذا؟ بعض السلف ذهب إلى أن الذي يوزن هو الصحائف، وبعض السلف ذهبوا إلى أن الذي يوزن العامل هو نفسه، وبعضهم ذهب إلى أن الذي يوزن الحسنات والسيئات، وهكذا. فالحقيقة الجمع بين هذا كله أن الذي يوزن هو الأعمال والعامل والصحيفة. الأعمال والعامل والصحيفة كل هذا يوضع في الميزان. قال: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. صورة ذلك والله أعلم أن يوضع العامل مع حسناته والسيئات في الجهة الأخرى، هو يبقى في كفة مع سيئاته أو حسناته، يبقى السيئات في ناحية والأعمال والسيئات في ناحية والحسنات في ناحية والعامل في واحدة من ناحيتين، في واحدة من الناحيتين، ومعه الصحيفة، ومعه الصحيفة، والله أعلم. قال: فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن المعتزلة هنا صراحة. قال: ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه. يا خيبته هذا الإنسان المعتزلة والعياذ بالله الذين ردوا الميزان أو نفوا الميزان الحقيقي، وقالوا أن المقصود بالميزان هو العدل يوم القيامة والقسط. نعم. قال: يا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط يوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان، لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، نسأل الله العفو والعافية. بيقولوا انتوا بتقولوا ميزان حقيقي، ميزان حقيقي ده تاكلوا بيه في الدنيا وتشربوا، انما يوم القيامه العدل يعني. وهو يظن انه عمل ايه هو هنا؟ يا سلام، يا سلام على المخ الكبير،
يا سلام على العقول العبقرية. وأنا أشير بهذه العبارات التي أذكرها إلى منافقي الزمان، منافقي الزمان والعياذ بالله، الذين يحاولون تضييع الدين من خلال ما يظنونه فكرا، ما يظنونه فكرا. زي المعتزلة لما قال لك انتوا ميزان ايه بتاعي، ميزان ده بتاع الفول والأكل والشرب وزنوا بيه الأكل والحاجات بتاعتكم، فيقوم يعجب بقى جماعة الطبقة المثقفة، الحاجات دي تعجب بقى الطبقة إياها المثقفة اللي هي الضلة والعياذ بالله، وإلا في المثقفين الناس طبعا أفضل، يقوم يعجبهم الكلام ده بقى. لما يجي لهم واحد يقوم يقول لهم عذاب القبر ومنكر ونكير، ايه الخزعبلات دي، ويخلوه وزير للثقافة، لوزير للثقافة او وزير للتعليم، اسف، وزير التعليم اسمه مش عارف ايه بهاء الدين كده، حسين كامل بهاء الدين، هذا الذي كان يقول اللي عايزيننا لما كانوا كلموا عليه مرة قالوا انه هو حرف التعليم، هو استاذ مبارك حرفوا التعليم وشالوا منه كل الآيات اللي بتتكلم عن الجهاد وعداوة اليهود والنصارى والعقائد ونحو ذلك، ومنها مسألة عذاب القبر ونمشي. فقال اتكلموا على عذاب القبر ونعيم القبر، دي خزعبلات، انتوا عايزيني ادرس لولادنا الخزعبلات في المدارس، منكر ونكير واللي شعره واقع على الارض واللي مش عارفه، يوم يجيبها بقى جماعه اياهم مثقفين اياهم بتوع اهو اللي احنا بنشوفهم دلوقتي، بنشوفهم دلوقتي ميدان التحرير وغيره، يقول لك حق المعتصمين وتقلع عريانه وحق المعتصمين، ولما يضربها حد يبقى الدنيا تقوم ما تقعدش. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ لان دول ناس مخهم كبير، انتوا ناس مخوخه ضلمه، انتوا عايزين تقعدوا في الكهف، انتوا بتوع الكهوف، انتوا عايزين تلبسونا الافاطين والشباشب وتقعدوا في الكهف. انا لله وانا اليه راجعون. ولكن سبحان الله ربنا بيفضحهم والله، سبحان الله العظيم. من الحاجات الجميله جدا اللي تسمعها والحمد لله من الناس في هذا الوقت، وده شيء في الحقيقه نصره لدين الله، ان كثير من الناس يقول لك احنا ما كنا متوقعين بالفعل ان التيار الاسلامي عنده الطاقات دي كلها، وخصوصا السلفيين يعني عندهم الطاقات دي كلها. ده ايه ده الناس دي؟ بالفعل والله متحدثين اعلاميين كبار جدا، وناس على مستوى عالي في الاقتصاد وفي العلوم واو، لانه طول عمره هو عايش اللي متسلط على الاعلام المعتزله، هم المتسلطين على، لا ما احنا عندنا المعتزله في الجامعه يا اخوانا، المتسلط غالبا على الجامعه كلها اساتذه الجامعه معتزله، أساتذة الجامعات في بلادنا معتزلة، يعني مسألة تقديم العقل على الشرع والدين دي مسألة عندهم معظمة. ولعل مصطفى محمود غفر الله لنا ولا مثال فج على ذلك، مصطفى محمود ده كان يعني يا سلام، يعني أبو العلم كله، أبو العريف، يجي يقعد يكلمهم ويرد الأحاديث ويرد الآيات القرآنية ويرد كله، ليه؟ شغل الاعتزال، يقول لهم ما فيش حاجة اسمها الشفاعة، خلاص ما فيش حاجة اسمها الشفاعة، ما فيش حاجة اسمها حد الرجم، ما فيش حاجة اسمها حد الرجم، ليه؟ أنا بحثت ودماغي الكبيرة الواسعة قوي دي وجدت إنه ما فيش حد الرجم في القرآن، خلاص يبقى ما فيش حد الرجم. طب والسنة؟ يقول لك لا، إحنا عندنا القرآن كفاية، وغير وغير وغير، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. فعلا والعياذ بالله، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. لكفى يعني، يعني لو كان مسألة وزن الأعمال ليس يؤخذ منها فقط إلا هذه المسألة لكان هذا من عظيم يعني رحمته سبحانه وتعالى بالعباد، إنه ليظهر لهم عدله أهو يوم القيامة. إحنا هنحاسبكم على ماذا؟ هنحاسبكم على ما عملتم، على ما عملتم، ومع ذلك بعد الوزن بقى تظهر رحمة الله تعالى، أو يظهر عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. كم من البشر يستحقون النار فيقول غفرت له، سبحان الله العظيم، زي الراجل بتاع البطاقة ده، عشت كلها سيئات، عشت كلها سيئات، ومع ذلك
في نهاية الأمر ينجو من النار. نعم. قال: من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا إطلاع لنا عليه؟ يعني ده فوق إن الحكمة دي الميزان ده لإظهار العدل، فكيف بحكم قد خفيت علينا؟ يعني لو لم يكن إلا هذه الحكمة لكفى أنه يظهر لنا بها عدله في الحساب. أي نعم. قال: فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون، يعني الميزان هذا فضلا عن هذه الحكمة العظيمة وهي إظهار عدل الله في محاسبة الناس، إلا أن هناك كثير من العلم يخفى علينا في مسألة الميزان، الله أعلم به. أين؟ قال: وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي، كلام القرطبي رحمه الله، أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. هو بيتكلم هنا في هذه الفقرة على مسألة الترتيب، أين موضع الميزان في عرصات يوم القيامة؟ أين موضعه؟ الميزان مقدم في أحداث يوم القيامة ولا في أوساط الأحداث ولا في آخرها؟ قال: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. الحوض قبل الميزان، يعني القرطبي رجح أن الحوض يكون قبل الميزان، وهذا أقرب في الحقيقة والله أعلم. إذا الحوض قبل الميزان لماذا؟ لأن الناس يوم القيامة بعد الموازين إذا وزنت عرف الأمر، لأنه الصحائف قبل الميزان، لأن كل واحد يأخذ صحيفته، الحساب قبل الميزان، العرض قبل الميزان. فإذا أخذ الناس صحائفهم وجاءوا عند الميزان لتوزن الأعمال، فعند ذلك يعرف كل إنسان المصير من بعد وزن الأعمال. ولذلك يبعد أن يكون الحوض بعد الإيش؟ الميزان. ده الحوض ده لسه الناس رايحين عليه وما همش عارفين اللي هيجرى، بدليل ها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظن أنهم من أمته، لكن الملائكة تباعد بينهم وبينهم. أن هناك صنف من الناس بالفعل يأتون على الحوض وهم ليسوا من أهل الحوض، أو هم المنافقين، أو هم من المبتدعين على قول يعني بعض أهل العلم. فهذا يدل على أنهم ما عرفوا، لسه ما عرفوا المصير. ولذلك إن الحوض الأقرب إن هو قبل الميزان. نعم. والصراط بعد الميزان، وإن الصراط بالفعل الأقرب إن هو في مرحلة متأخرة. نعم. قال: ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. البعض ظن أن القنطرة دي هي اللي عليها وزن الأعمال، لا، هذه قنطرة مختلفة عن مسألة وزن الأعمال وعن الصراط كذلك. قال: وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة. هي والله أعلم الأولى أن تسمى القنطرة، هي قنطرة يوقف عليها أو عندها أهل الإيمان بعدما يجاوزون الصراط، فإنهم يوقفون عند هذه القنطرة لينقوا ويهذبوا، فيقتص من هذا لذاك لأجل أن يدخلوا الجنة جميعا إخوانا على سرر متقابلين، لا غل ولا حقد في نفوسهم. قال: وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، يعني هذه القنطرة يعني لا يسقط منها أحد في النار، والله تعالى أعلم. طيب، نقف على قوله: والجنة والنار مخلوقتان إلى آخر
ما ذكر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.